السلام عليكم. لا تخلو صفحات الفيسبوك في الساعة الأخيرة من الحديث عن طالبة جامعية وطريقة وفاتها التي أحزنت الجميع. تابع الفيديو للأخير. قالت عدة صفحات نشطة على منصة الفيسبوك في الساعة الأخيرة أن طالبة جامعية تنحدر من ولاية ميلا توفيت بعد تأديتها لصلاة العشاء، أين عثروا عليها وهي مستلقية على سجادة الصلاة بعدما دهمها الموت فجأة، ويرجح أنها توفيت بسكتة قلبية مفاجئة. وتفاعل ناشطون مع الحادثة الأليمة والتي أحزنت الجميع، رحمه الله وألهم ذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.